يعني أكرم على الله من الإنسان والجان والملائكة والسماوات وأهل السماوات. من أكرم خلق الله على الله؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من نعم الله علينا أننا جعلنا الله جعلنا من أمته وجعله رسولنا وجعله حبيبنا وجعله إماما لنا، فكان واجب علينا أن نشكر الله على ذلك، وكان واجب علينا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونثني عليه ونفخر به ونشكر الله على هذه النعمة أن الله جعلنا من أمة رسول هو إمام الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين. جزاه الله عنا خير الجزاء، وأفاض الله علينا من بركاته، ونفحنا بنفحاته، وأفاض علينا من أسراره وأنواره، صلى الله عليه وسلم.